أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة عن علم من أعلام العراق في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ذلك هو الشيخ المؤرخ السيد حسون البراقي النجفي، الذي كان الرائد الأول في الكتابة عن تاريخ النجف وتاريخ الكوفة، لا سيما الكوفة، في وقت لم يكن قد سبقه إلى هذا الاهتمام أحد من قبل، فنحن اخترناه لريادته ولحبه لمدينته، ذلك الحب الذي نتج عنه أنه سجل كل شاردة وواردة، كل صغيرة وكبيرة من تاريخ مدينة النجف ومدينة الكوفة والمناطق المجاورة لهاتين المدينتين. كانت الكوفة في ذلك الوقت قد دثرت في زمانه تماما، يعني لم تبقى إلا آكام وأتربة، وأما مدينة النجف فكانت موطن ولادته وموطن صباه. ولد هذا الرجل في عام 1847 أو 48 يعني بين هذا وذاك، ووجد طريقه إلى الكتاتيب التي يعني تعلم فيها مبادئ العلوم، ثم قادته قدماه إلى حضور المجالس الأدبية الشهيرة التي عرفت بها مدينة النجف في ذلك العصر وفي كل عصر حقيقة. تلك المجالس التي كانت تعقد فيها المحاورات بين العلماء والمساجلات الأدبية ويعني التناشد الشعر بين الشعراء مما يحفظون أو ينظمون، هو وجد طريقه إلى تلك المجالس فكان يحضرها، وكان يعني إذنه الصاغية وعقله الواعي يشده إلى ما يسمع، فأصبح يسجل ما يعني يحصل عليه أو يسمعه من معلومات في دفاتر خاصة، حتى كثرت تلك الدفاتر واكتظت بما كان يلتقطه من معلومات لم تسجل في كتاب من قبل على الإطلاق. كان الوافدون إلى المدينة يحضرون تلك المجالس ويدلون بما لديهم من علم وأدب ومعلومات وذكريات تاريخية فيسجلها أيضا، وبالتالي أصبح ما يسجله يمثل مسودة أو مشروعا لكتابة تاريخ المدينة أو يعني الحياة الأدبية فيها في أقل تقدير. وشجعه ذلك كله إلى أن يقصد المكتبات الكثيرة والحافلة في مدينة النجف، وكانت مدينة النجف يعني حافلة حتى في عهود الفوضى وفي ما عرف بالفترات المظلمة، كانت حافلة بخزائن المخطوطات والكتب لكثرة الوافدين إليها والمقيمين فيها ولاهتمام أهلها أيضاً بالشؤون العلمية والأدبية، فكانت تلك المكتبات تحفل بأفانين المعرفة، ووجد حسون البراقي طريقه إليها. فأما أنه كان يستعير الكتب من المكتبات الخاصة لينسخها بيده، لم تكن ثمة طريقة للحصول على الكتاب إلا النسخ باليد، فكان ينسخها، ويبدو أنه كان سريع النسخ لأنه نسخ أعدادا كبيرة جدا يعني عشرات، وفي الآخر بلغت أكثر من ذلك، تجاوزت العشرات إلى المئات من الكتب كان ينسخها بيده، أو أنه كان يجلس في تلك الخزائن الملحقة بالمساجد أو المستقلة، والفقيرة جدا إلى وسائل الراحة، كان يجلس في الأرض وينسخ بيده بسرعة ما يقرأه في تلك الكتب المخطوطات، وحتى تجمعت لديه يعني دفاتر مليئة بما يقرأه، أضافها إلى ما حصل عليه من معلومات عن طريق السماع وعن طريق المقابلات الشخصية المباشرة التي كان يحققها مع كل وافد وكل عالم وكل شاعر. نسمي هذه الطريقة اليوم بالأسلوب المقابلات الشخصية، يعني هو كان يقصد هؤلاء متعمداً ويطرح عليهم الأسئلة الذكية التي تستنهض ذاكرتهم ويعني يدلون إليه بما يحفظون من معلومات وما شاهدوه. هكذا كان يقضي السيد حسون البراقي وقته كله
متفرغاً للتاريخ بكل أنواعه، لا سيما تاريخ مدينته والمدن القريبة منها. كان التاريخ بالنسبة إليه طعامه الذي يأكله كل يوم ولا يستغني عنه، مع أن دراسة التاريخ لم تكن هكذا لدى كثير من علماء عصره. كان التاريخ يمثل جزءاً مكملاً لصورة العالم، يعني أن يكون عالماً محدثاً فقيهاً وله يعني معرفة في بعض مجالات التاريخ، لا سيما ما يتعلق بعلم الرجال. أما علم الرجال يعني علم أسانيد حفظة الأحاديث والأقوال، لكن أن يكون الرجل متفرغاً كلياً ولا تشغله أي مسألة أخرى ولا أي علم آخر، مشغولاً تماماً بعلم واحد هو التاريخ، كان ذلك أمراً يعني غريباً حقيقةً ولافتاً للنظر. كان السيد حسون يمثل نموذج المؤرخ المتفرغ لعلمه، المحب بل العاشق للتاريخ والعاشق لمدينته أيضاً، لأنه سرعان ما استهواه تاريخ مدينة النجف، وأصبح يعني ينظم المواد الكثيرة التي كان يحصل عليها في كتب يعني تؤرخ لهذه المدينة، حتى أنه ألف 3 كتب في تاريخ مدينة النجف، في تاريخها في مراحل تاريخها تتناول يعني جوانب كثيرة من هذا التاريخ، بل ألحق بها كتاباً خاصاً بأعلام مدينة النجف من عاصرهم أو برزوا قبل عصره أيضاً. والشيء المهم هنا أنه لم يقتصر على الكتابة لمدينته بحدودها وبأسوارها المحدودة، وإنما خرج إلى ضواحيها وإلى أطرافها يؤرخ لما كان قد اندثر تحت أديمها تحت أرضها من آثار المدن القديمة، لا سيما مدينة الكوفة. كانت مدينة الكوفة قد اندرست تماماً في عصره، هي برزت مرة أخرى في أواخر القرن 19 واندثرت منذ ما بعد العصور العباسية بقرون واندرست تماماً. كان يخرج إلى تلك المواضع بنفسه يتأملها ويقارن ما قرأه عنها في الكتب عما وجده من آثار أو معالم قليلة باقية، وهذا هو أسلوب علمي تماماً توصل إليه، ما نسميه اليوم بعلم الخطط، أن يتوصل إلى المجهول عن طريق المعلوم، يتوصل إلى المندرس عن طريق الشواخص المتبقية على قلتها. كأن يعني مثلاً لو افترضنا أنه كان هناك موقعان أحدهما مندرس والثاني باقي، فهو يتوصل إلى المندرس عن طريق الباقي، مثلاً يجد نصاً يقول أنه كان يقع إلى يمينه، يقع إلى شماله، يقع بإزائه، يعني يؤشر هذه المعلومات النظرية المستمدة من كتب التاريخ على الواقع، فيعرف أنه كان تحت هذا التل كذا وتحت هذه الأرض كذا من المعالم. هذا هو علم الخطط، وحقيقة الرجل كان بارعاً تماماً في هذا العلم، لأنه تمكن رغم ضعف أدواته، يعني هو الرجل عاش في منتصف القرن 19، رغم كل ذلك تمكن من تحديد موقع مدينة الكوفة بعد أن اندرست تماماً، وتحديد معالمها القديمة، وتحديد الشواخص الباقية من وامتدادات الأنهار المندرسة. تمكن من تحديد وتعيين مواقع كثيرة لم يكن أحد يراها لاندثارها، وهو كان يتحسسها بقدمه وبيده وبعينه، بعينه حينما كان يقرأ عنها، وبقدمه في تلك الجولات الكثيرة التي كان يعني يقوم بها في تلك المناطق الخالية والفيافي والمناطق يعني التي تصحرت ولم تعد مسكناً لأحد. وكان ثمرة هذه الاهتمامات أنه ألف عدداً من الكتب المهمة في تاريخ الكوفة، نعتقد أنه كان السباق للكتابة عن هذه المدينة، يعني لم يكن قد سبقه أحد
في كتابتي عن مدينة الكوفة، لا سيما على هذا النحو العلمي الذي يعني تمكن من أدواته. ألف عدداً من الكتب، ربما كان من أبرزها كتابه قلائد العقيان الذي نشر في النجف باسم تاريخ الكوفة، وقد نشره وعني بنشره الشيخ محمد صالح بحر العيون، وحقيقة صدر، لكن المؤسف أن الناشر ضمنه معلومات إضافية هي مهمة بحد ذاتها، ولكن ضيعت علينا التمييز بين ما كتبه البراقي وبين ما أضافه هذا الناشر الكريم. على أي حال، هناك كتب أخرى كتبها عن مدينة الكوفة، نشر مختصر البقعة البهية وكذا من العناوين المزجوعة التي كان يختارها، نشر بعضها وبقي أكثرها لم ينشر. كما أنه كتب في تاريخ كربلاء المقدسة عدد من الكتب المهمة، وكتب عن الحيرة، المدينة العربية الأولى في العراق منذ قبل الإسلام، وكان كثير التطواف وكثير التجول في هذه المناطق يوم كانت هذه المناطق خالية في أكثرها من السكان، وترك مكتبة من مؤلفاته حقيقة تعد كنزا مهما لا يستغني عنه باحث الآن، لا سيما وأن أكثر المعلومات التي سجلها من معاصريه يعني أصبحت فريدة من نوعها، لأن أولئك المعاصرون ذهبوا إلى ربهم، وبقيت المعلومات التي سجلها والملاحظات الذكية التي دونها في دفاتره وفي كتبه باقية، بقيت هذه مصدرا لأي باحث يمكن أن يعني يكتب عن هذه المواضع بعده. لسبب لا نعرفه تماما، أنه في مرحلة من حياته الأخيرة ضاقت نفسه بالعيش في مدينته، لا ندري بالضبط، هو يقول لتغير الأحوال، لكن لا نعرف بالضبط ماذا يعني بهذه العبارة. على أي حال، ترك مدينة النجف وسكن في مكان قريب منها عند أخوال أولاده من عشيرة اللهيبات المقيمة هناك، كان هناك بستان له وله بيت هناك، وأقام اعتزل الدنيا وجلس متفرغا، اعتكف متفرغا لدراسة التاريخ وحده، درس كل شيء تعينه في ذلك، مكتبة حافلة قضى عمره في جمع محتوياتها وفي نسخ تلك المحتويات أو في شراء ما أمكنه من شرائها من سوق الكتب في النجف، وكانت سوق الكتب في النجف يعني تتحدث بها الركبان لكثرة ما كان يطرح فيها للبيع في أيام معينة، وسبب ذلك كثرة المترددين إلى المدينة والمقيمين فيها من طلبة العلم ومن العلماء ومن غيرهم، فكان هو يقتني تلك الكتب، وإن لم يستطع ذلك نسخها بيده، وكانت هذه حقيقة تمثل ثروة علمية أخرى استفاد منها في اعتكافه وفي عزلته التي فرضها على نفسه في قرية اللهيبات التي تحدثنا عنها، وبيض هناك أو ألف كتباً عديدة، أما أنه كان قد شرع بكتابتها منذ عهد ما أو أنه ألفها تأليفاً في تلك العزلة، وحتى وصفها بعض من رآها في آخر حياته بأنها كانت تمثل زنابيل، يعني بهذا التعبير وهي يعني المفهوم هذا التعبير، زنابيل مليئة بالكتب والمخطوطات. وحينما توفي رحمه الله رأى أو سجل لنا الشيخ محمد رضا الشبيبي رحمه الله، وكان قد يعني رأى بعض كتبه تباع في سوق الكتب في النجف، وجد هذه الكتب تمثل كما هائلا من المخطوطات، تفرق لدى من اشترى تلك المكتبة مع الأسف الشديد، ومع ذلك كانت هذا الذي رآه الشبيبي لم يكن يمثل إلا جزءا يسيرا مما كتبه هذا العالم العاشق للتاريخ والعاشق لمدينته بيده
حتى وهو في على كبر سنه كان يكتب بسرعة وبإخلاص ودقة يعني. لأن بعض أصدقائنا رأى يعني شيئا من بقايا هذه المكتبة، فقال أنه رأى زنبيلين مليئين بالمخطوطات من بقايا ما لم يتفرق في سوق الكتب في النجف. يعني انظر ماذا كم من الكتب وكم من الوقت والجهد أنفقه هذا الرجل في التأليف وفي تهيئة المصادر وغير ذلك، مع أنه لم يتلقى دراسة منهجية بمعنى يعني تهيئه لأن يكون عالما شرعيا أو يعني دراسة. تعرفون يعني هناك خاصة في مدينة النجف هناك مراحل للدراسة، مراحل أولية ومراحل السطوح وغير ذلك مما هو معروف لدى العارفين بمثل هذه الشؤون. هو لم يدرس هذا، هو كان يعني مثقفا على طريقته، محبا للتاريخ، قارئ جيد وكاتب جيد، لكنه لم يشغل نفسه بالدراسات التقليدية التي اشتهرت بها مدينة النجف والتي تخرج بسببها العديد من العلماء. هو كان يعني لا تجده إلا منكبا على كتاب يقرأ ويحلل ويحاول أن يفهم ويقارن وينسخ دون أن يعني يشغل نفسه بغير هذا. ثم أنه اعتكافه في المرحلة الأخيرة من حياته كان سبباً في كثرة نتاجاته العلمية التي رآها من رآها فأعجب بكثرتها وبنوعيتها. مؤلفاته مع الأسف الشديد كما ذكرنا ربما ألمحنا ضاع معظمها، وبقيت منها يعني أشياء كثيرة نشر منها الأقل الأقل، وأما أكثر هذه الكتب فتفرقت. نعم هناك جملة من مخطوطاته موجودة في مكتبة آل كاشف الغطاء في النجف، في مكتبة السيد محمد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في النجف، وقد رأيتها هناك محفوظة، ولكن ما ضاع كان أكثر من هذا. وحقيقة نحن ننتظر من الباحثين أن ينفضوا التراب على تراث هذا الرجل، لأنه فيه يعني حصيلة طيبة من جهد ومن وقت كبيرين بذلهما هذا الرجل في ذلك العهد. السيد حسون البراقي توفي في مدينة النجف وفي أوائل القرن العشرين، ودفن في داره في محلة البراق في مدينة النجف، وقد رأيت قبره في سرداب بيته، ورأيت بعض مخطوطاته في الموجودة هناك منذ نحو 20 سنة أو يزيد، واتخذ موضوعا لرسالة ماجستير في الآونة الأخيرة، وقد كتبت عنه بحثا يعني منذ نحو 20 سنة نشر في بعض المؤتمرات العلمية، ولكني أظن أن تراث هذا الرجل ما زال يستحق رغم هذا المؤتمر وتلك الرسالة وغير ذلك، يستحق مزيدا من الاهتمام، لا سيما الاهتمام بنشر ما تركه غير منشور، ما تركه وخطه ولم يجد طريقا إلى النجف. من غير المعقول أن تبقى مؤلفاته هذه يعني حبيسة الرفوف العالية، حبيسة الخزائن، خزائن الكتب، ونتمنى أن تجد طريقها إلى عالم النشر، فيجد مؤرخ العراق يعني زادا طيبا يمكن أن يكون موضوعا ليس لرسالة علمية هنا أو هناك، وإنما لمكتبة من الكتب التي ألفها هذا الرجل الرائد في مجال دراسة التاريخ في القرن 19. كان السيد حسون البراقي رائدا حقيقيا، وجه الانتباه إلى أهمية دراسة المدن، واتخذ من هذه المدن النجف والكوفة وكربلاء انموذجا إلى لطريقة البحث في تاريخها. هذا في تقديري
ربما أهم ما تركه أسلوب البحث، أن يخرج المؤرخ من أسوار مدينته المهلهلة وذات الطرق المكتظة والدرابين إلى أن يخرج إلى الفضاءات التي حول مدينته ليسجل ويؤرخ ما كان مندثراً تحت تلك الأرض من معالم تاريخية مهمة. وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.